رواق الفنكور مكسب ثقافي يتعزز به سوق الفن التشكيلي بالجزائر، ويعتبر أول رواق للخط العربي. الرواق سيكون فسحة جمالية جديدة لمحبي الفن التشكيلي بمبادرة الخطاط المشهور نور الدين كور، الذي تزيد تجربته عن 40 سنة في مجال الخط العربي. مواصفات عالمية اعتمدها القائمون على إنجاز هذا المرفق الذي يتربع على مساحة تتجاوز 220 متر مربع بألوان تنوعت بين الأبيض والأحمر والرمادي لإضفاء لمسة جميلة على اللوحات المعروضة وإرساء حوار ثقافي بصري بين الفنانين. المختصون في مجال الفن التشكيلي يؤكدون على وجوب إنشاء أروقة فنية كثيرة لأنها تظل قليلة جداً مقارنة مع عدد الفنانين التشكيليين المحترفين والعدد الكثير من الطلبة المتخرجين من مدارس الفنون الجميلة الذين هم بحاجة لقاعات عرض لتسويق أعمالهم. المشهد الثقافي في الجزائر يزدان بواجهة جديدة في مدينة وهران تفتح شهية المبدعين لتجود أناملهم بلوحات وتحف فنية لتغدو الجزائر أكثر بهاءً.